بعد مرورها بظروف استثنائية في السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، تتطلع ليبيا اليوم إلى إعادة الإعمار في عدة مجالات من بينها المحروقات وإنتاج الكهرباء، حيث تعززت الشراكة الجزائرية الليبية بعقد اتفاق يتضمن تلبية صنع الغاز لحاجيات الكهرباء إلى غاية نهاية السنة الجارية. ما بعد الدور السياسي والدبلوماسي الذي لعبته الجزائر في تحقيق الأمن في الدولة الليبية، الآن الدولة تنتقل إلى خطوة ثانية وهي في مجال التنمية، في مجال تحقيق ما يعرف بالتنمية الليبية خدمة للاقتصاد الليبي. الشروع في دراسة مشروع تزويد ليبيا بخط كهرباء عبر الأراضي التونسية إلى جانب استثمارات عديدة، مشاريع تعتزم الجزائر القيام بها من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بالطاقة في ليبيا. الجزائر تعمل على كسب هذا الرهان، كسب سوق ليبي جزائري مع المحافظة على هامش ربح الدولة الليبية، خاصة وأن الجزائر دائما تسعى إلى خلق الاستقرار الاقتصادي والسياسي مع دول الجوار. لذلك هذا القرار تزويد الدولة الليبية بالكهرباء راه جد إيجابي، خاصة وأن الجزائر فيه نقطة إيجابية، هذا دليل أن الجزائر تصدر ما يعرف فائده الكهرباء إلى دول الخارج. علاقات تاريخية تجمع البلدين تدعمها اليوم الشركات الاقتصادية الجزائرية في سبيل الدفع بعجلة التنمية في ليبيا وإعادتها إلى الساحة الدولية من جديد.